يبحث عن الرفيق، الكرة عند إيريك، تسديده، الله 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 الله، وهدف أول لمصلحة نادي الاتحاد، جول للاتحاد عن طريق اللاعب البرازيلي إيريك لويس، يفتتح النتيجة ويسجل هدفه الأول في بطولة. البعيدة من يدري، أو لكنه يلعب الكرة، بعد ذلك الكرة والمحاولة تصل عند أمير، يحاول فيها أمير، هنا التسديد، هذه جول لنادي الاتحاد عن طريق البرازيلي إيريك لويس، يسجل الهدف الرابع له هذا الموسم. إيريك نعم يسجل، هداف نادي الاتحاد، يعود بالاتحاد إلى اللقاء ويسجل هدف تقليص الفارق بعد كرة واسع، مهارة فردية، كرة ومحاولة، كرة خطير، جول ثاني عن طريق إيريك لوبيز، يسجل اللاعب البرازيلي الهدف الثاني في اللقاء، وفرحة كبيرة بكل تأكيد من التنافس ما بين هذه الأندية اللي قريبة من بعض، بعض الأحيان الفرق الفنية ما تكون موجودة، يعني دائما القوة والروح والقتالية في أرضية الملعب تكون طاغية. في الدور الأول تعادل صفر. نعم، يعني شوف حتى تقدم يعني الاتحاد هو اللي تقدم، بعد ذلك النصر عادل وكسب اللقاء. يعني المباراة كانت مهمة جدا بالنسبة للاتحاد، المفروض إنه ما يفرط في هذه المباراة. صحيح إنه الفرق موجودة، صحيح ان النصر يعني في وضعيه جيده، وصحيح ان النصر يمتلك ادوات يعني قد تكون اكثر خبره واكثر امكانيات، ولكن يعني الاتحاد انه يفرط في هذه المباراه، مثل ما نعلم ان المباراه القادمه امام نادي ظفار، اليوم خسرت المباراه القادمه امام نادي ظفار. ارسل الى عبد المجيد، عبد المجيد الان، عبد المجيد يحاول إيريك يتقدم، إيريك ما زال مع إيريك حاول، ارسل ابعدها المدافع الى خارج الجانب الايمن، تقدم بها إيريك الان، تقدم، ما زالت مع إيريك، تقدم إيريك يحاول، إيريك ربما يمرر، إيريك عرض إلى الجانب الأيمن، بدر تسديده من قوي، لأن نهاية الموسم الجميع يسعى، وهنا شبيب، هنا تسديده
الاتحاد مرة أخرى. إيريك الآن، إيريك ربما يتقدم، إيريك بشكل جميل إلى شبيب، شبيب الآن، شبيب ربما مرة